أما عنوان مداخلتي فهو تحدي الحداثة. الموت حدث طبيعي في تاريخ الإنسانية، إنه موعد مع حياة أخرى في دار البقاء الخالدة. قد ننساه، لكن كثيرا ما نتذكر أثناء المرض وحين رحيل قريب أو صديق، في أهوال الحياة، في الحروب، في المعاناة. الموت رفيق يصاحبنا منذ الميلاد في كل رحلة وكل خطوة. الموت لا يعني الفناء، وإنما الاستراحة أو الخلود أو هما معا. لقد رحل محمد عبد الجابري عن عالمنا الفاني بعدما أسس مشروعا فكريا نهضويا يفتح آفاقا تحليلية جديدة، وسيتم بكل تأكيد إغناؤه وتطويره في اتجاه بلورة وعي عربي جديد منفتح على الواقع المحلي والعالم المعاصر دون أن يتخلى أو يسجن نفسه في تراثه. لقد رحل الرجل، والسؤال المطروح الآن هو ماذا بعد؟